مرحبا بكم أحبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية الثانية، وحلقة جديدة من برنامج شغب العاشقين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على السائرين إلى كربلاء الشهادة. السلام على خدمة الإمام الحسين في طريق يا حسين. السلام عليكم أحبتي المشاهدين. كما عودناكم في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، برنامج شغف العاشقين، أن نستضيف خدمة الإمام الحسين من الشعراء والرواديد الذين يكتبون في طريق الإمام الحسين عليه السلام. اليوم حلوا ضيوف أعزاء علينا خدمة الإمام الحسين، وهم الشاعر زهير الحجامي. أهلا وسهلا وعظم الله لك الأجر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على جوار الحسين، السلام على خدمة الحسين. تحية لك أستاذ صدري. أهلا وسهلا. كرار الفتلاوي، العزاء، كل العزاء، عظم الله بقية الله، عظم الله لك الأجر. كل العزاء إلى بقية الله الأعظم، الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والعزاء كل العزاء إلى سيدتي وملاتي صاحبة الثقل الأكبر، سيدتي وملاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وتحية للمشاهدين. أهلا وسهلا. وكذلك ضيف عزيز علينا هو خادم الحسين الملة. أهلا وسهلا وعظم الله لك الأجر. أهلا وسهلا بك أستاذ صبري وبالكادر المصور وقناة الإمام الحسين الثانية، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكر شهاد أبي الأحرار أبا عبد الله الحسين، عظم الله لك وأربعين الإمام الحسين إن شاء الله، ونسأل الله القبول يا الله بحق الحسين. آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا بك أستاذ عزيز. اليوم أستاذ زهير في هذا الطريق وفي هذه النعمة، وأنت ترى هذه الحشود السائرة صوب كربلاء الشهادة، صوب كربلاء الحسين عليه السلام، قاصدين يواسون الحوراء زينب، وكذلك استذكار لواقعة الطف وما جرى في واقعة الطف. اليوم شاعرنا ضيف في هذه المنصة وفي هذا المنبر الإعلامي مجموعة قنوات الإمام الحسين الفضائية، استضافناك حتى نفس السائرين يسمعونك والمشاهد الكريم. فماذا يقدم اليوم الشاعر خادم الحسين زهير الحجام؟ أنا أحب أن أقول أشكرك أستاذ صدري، ربي يحفظك، الإمام الحسين على هاي الاستضافة اللي سمحت لنا هاي تكون هذه فرصة أن نلتقي بيك ونلتقي بالإخوان والكادر، ونكون على حياكم الله، ونكون على مقربة من زوار الحسين. حقيقة هذا الطريق طريق استقطعه الله من الجنة ووضعه على أرض كربلاء. هذا الطريق مو طريق اعتيادي. نعم. الحسين صلوات الله وسلامه أحضر الآخرة إلى أرض الدنيا. الحسين أحضر الآخرة إلى أرض الدنيا. إذن ماذا تقول؟ فهنيئا لمن أتى. نعم. وقدم لزيارة الأربعين، إن كان ماشيا أو راكب أو خادم، هنيئا لهم، هنيئا لهم هذه النعمة، وهنيئا لهم هذا التوفيق، وأسأل من الله أن يجعلنا منهم. احنا اليوم نريد نسمع من عندك القصائد، ونريد نسمع من الملة. أنا خادم، خادم إليك والزوار الحسين، خادم الحسين عليه السلام. أنا أقول سيدي مولاي الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أقول غضب وجه السمل حالك ودل هام وجوادك قابع بهمك ودل هام لهل بيتك وجاب أهلك
ودلهم علي يكون افضل شتلك عزيز. لو محتيا الهم الهم لو محتيا هالدنيا ميلها لو محتيا هالدنيا ميلها مصاب السبعة على السبعة ميلها ميلها مهرها الزهرة من الله ما يقلها ولبنها ما تصح حسوة ويه وكاني بلسان سيدكم ولاتي تخاطب اخيها ابو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه تقول له محسوب على رب الكون عداك محسوب على رب الكون عداك ولا عندك قصور العيب عداك اذا باق بقايا حيل اذا باق بقايا حيل عدك انت خيل ورد بالسجاد لي اجروح عليك اجروح عليك يا اخويا خفت هين ما يخوفني خفت هن صخام الخيم يا ابن امي خفت هن صبغ وجه ووجه بنتك رقية دمعان بوجودك ما يريته دمعان بوجودك ما يريته وسهم قلبك يا اخويا ما يريت اكون اللي بويدي دمعان بوجودك ما يريت وسهم قلبك يا اخويا ما يريت ما يريت اكون اللي بوريدي ماي كون اللي بوريدي ما يريت واسجيك وترد ردود لي سنت 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 ربي يحفظك استمر شنو عندكم انا وخدمه ان شاء الله ننتقل للمله مولا سمعنا هالأبيات العبودية من شاعرنا خادم الحسين زهير الحجامي السائرين المشاهد الكريم ماذا يا حسين يا أبا نترك لك الاختيار نعم على لسان مولاتي زينب نعم على لسان الحال تفطر جفن عين ويبس ونشايا وقلب بقد جروح حسين وانشاف منو يرضى انشتم وانسليم يا مولاتي يا زينب منو يرضى انشتم وانسلب وانشايا يا اف وانا شتال اخوي يحود بي مو بالخيم بالقلب ويهايا نار وصهم صوب العين ويهين نجم سهيل شفت رسوم ويهين ظهر من قد الضيم صار بي مولاتي زينة مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام تقول الهوى تمن الصبا وهو هواني وقع والريح بفراقه هواني ما تعرفني يا محمد خويا ما تعرفني يا محمد هواني هواني زينب بالزمان ندار بي زينب بالزمان ندار بي يا ناقة ما تنوخي لترى نحيل جسمه حبل المواصل ترى نحيل يا ناقة السيدة زينب تخاطب النياق من على الناقة وخيل ترنحيل جسمه حبل المواصل ترنحيل هسا كلمة الشاميت ترنحيل ترنحيل قمزت راسك علي بداني بيوم زت راسي
عليك علي للطيب ابو حيدر عادل العبادي الكربلائي. احسنت، ربي يحفظك ويحفظ شاعرنا خادم الامام الحسين عادل العبادي، واللي هو يعني له جهود مشكوره في برنامج شغف العاشقين، دائما من يكتظ الطريق وما يوصلوننا مثل ضيوفنا، هو عادل موجود هناك بكربلة، والحمد لله رب العالمين. تعاون في طريق الإمام الحسين، فضل الحسين عليه السلام، تحياتنا إليه عادل العبادي، ربي يحفظه ويحفظكم ويحفظ جميع خدمة الإمام الحسين عليه السلام. نشاطاتكم كرواديد، مجالسكم كيف تشوفها سنة عن سنة؟ يعني أكو نشاطات تختلف من سنة إلى سنة، وتشوف تطور بالقصيدة الحسينية؟ نعم، تطور بالقصيدة الحسينية موجودة إن شاء الله، والحمد لله إحنا في كربلاء عندنا يعني فضل من مدرسة كبيرة اللي هو حمزة الصغير. نعم، الله يرحمه رحمة الله عليه، وكاظم منظور الكربلائي، يعني نستند على مدرستنا. الله يحفظ جميع مدارس العراق وجميع الرواديد وخدمة الحسين، بس احنا مدرستنا كربلاء ان شاء الله ونتعلم من عندها. نعم، فضل من الله والحسين كل سنة تطور. احنا استماع اكو بالنسبة مثلا دورات تصير. نعم، الشباب اكو شباب هسه واعد في طريقة الى الردة الحسينية. نعم، اكو دورات لهم، اكو توجيه لهم. نعم، من قبل الرواديد. نعم استاذ، دوراتنا في كربلاء مستمرة من وبجهود مبذولة إن شاء الله ومشكورة من الحسين من قبل كبارنا في كربلاء. موفقين إن شاء الله. نسأل الله القبول والدوام والتوفيق على خدمة سيد الشهداء بحق محمد وآله محمد. إحنا لابد أن نذكر خدمة الإمام الحسين. نعم، اللي يرفدون حتى اللي يدرس عن الردة لابد أن نذكره برامج وظيفة الرادود نسأل. لكن أكو إله يعني يرفض هالمنبر الحسيني ويدعم الطاقات، لابد من ذكرهم في. نعم استاذ، هذا البرنامج وهذه القناة وهذا المنبر الإعلام. إن شاء الله رب يحفظكم ويوفق جميع خدمة الإمام الحسين عليه السلام. الله يحفظك استاذ. احنا ننتقل لشاعرنا زهير سامي ونشوف إذا ضابط الصوت توكل بالله. تفضل. بالنسبة خادم الحسين زهير الحجامي، نفس النشاطات مال الرواديد، انتم ترفدون الرواديد بنشاطاتكم انتم الشعراء، يعني باقي على المواليد على الحزالة واكو نشاطات اخرى. انتم بالنسبة للاربعين، بالنسبة ان يعني بعض اخوتنا خدمة الحسين، نعم، اقترحوا ان يكون اكو جلسات اسبوعية من تنقطع. نعم، ما تنقطع على مدار السنة. نعم، هاي يقدم بها دروس. نعم، تخص الرد وتخص. نعم، الاوزان الشعرية. نعم، وتخص الاطوار والالحان. زين، هو حتى الشاعر من يصير عنده لقاء بالاسبوع يوم، يعني حمزه حتى للكتابه. نعم، لان يقول لك انا من قريت هالجمعه هاي لازم الاسبوع الجاي لازم انا انت مو جديد. بس جمعه لا، انت المشكله انه ويسمع انه اكو اكثر من مكان. نعم، يعني انت قد تندع الجمعه. نعم، وتندع الاحد. نعم، بهيئه اخرى لازم تندع نعم الثلاثاء. نعم، يعني انت اذا ما يعني اذا ما تقدر كنت توفر لك فد بالاسبوع انه لان انت راح تكون عندك مشاركه. نعم، يعني اذا عم تكتب تكتب لك فد اربع خمس ابوذيات تخص المناسب او تخص هالاسبوع او بهالشكل هذا. اذا من هالمكان ماذا تقدم مشاهد السائر الى كربلاء؟ احنا نقدم. نعم، عيوننا. شو كنا عيوننا وارواحنا. أيوة، وقلوبنا كل شيء بالطريق هذا. كل شيء للحسين مرخوص، كل شيء للحسين مرخوص. نقرأ. هو جمال هالعشق الحسيني، احنا حتى البرنامج سميناه شغف العاشقين، وهو اعلى درجات العشق.
يعني تسهل لك الامور، كل شيء يسهل لك. نعم استاذ. نعم. الله يوفقكم ان شاء الله زي توفيقكم بحق محمد وآل محمد. اقرا لل نعم السيده زينب سلام الله عليها. تفضل. بلسان حال تقول وين نعم وين تشفل كان فيل راسها زينب ايش صارت عقب عباسها زينب صارت عقب عباسها طلعت ورايته فوقاها ترف يبار محملها بوجه الترف من المدينة الكربلة بزينب يحف ويصعد وينزل شبيه انفاسها كان هو العاطفة وكل الحنان ويا رن الجرس مهرة تحس امان هيج خيمة لزينب العباس كان هيج خيمة لزينب العباس كان وصوت يجلي من القلب وهواسها كان هو اقرا لان الشمس تضرب على التليفون ما جاي اقرا الحافظ كان كان سر علاقة زينب وراعي العلم لغز رباني له السامن فهم فوق يم العرش مخطوطة بقلم الكعف للزينب فقط مقياسها ودارت الدنيا وذاك الدلال وقفت الحرة وسط خيل ورجال الما تفكر يصير وتشوفه محال صار لمن راح اقرب ناسها وصارت بيا حال ريت تشوفها اليسوى والما يسوى قام يطوفها الامر والادهى الامر والادهى حبل بجفوفها الامر والادهى حبل بجفوفها وبعد عينك تشمر حراسها شلون انقل لك حكي واكتب كلام وحيده وبنص ليل وبلاقي خيام تحرس الاطفال وتبار الامام وانت ادرب زينب واحساسها وشن بيها تدير طرف لها خفي وتصد صوب النهر وتحاكي الوفي فجاه اخويا تروح مني وتختفي وانت ابو الغيره المؤسس ساسها وانت ابو الغيره المؤسس ساسه وكان رد عليها ويقلها العذر انا ما عفوك لكن لله الامر خلافي بحبال الصبر كلب اخويا خلافي بحبال الصبر وبدوري على نبراسه وباكر تطلعون ويطرت الصبح وانا جوياك بس راسه برمح وانا جوياك بس راس برمح سب سب يجب قلب صبح اكبر جرح ويحدي بي شرد الخلق وانجازها ويحدي بي شرد الخلق وانجازها ربي يحفظه احنا نعتذر لان انا ما جاي اشوف شويه الشمس فما جاي اشوف اعتذر جدا جماليه هذا البرنامج ان نكون بالشمس بدون مظله الحمد لله على كل حال نحن يلا كما تعرفون انتم هاي زوار الحسين هاي زوار الحسين كافي من اسمر وجهه في طريق يا حسين لم تمسه النار يا الله هاي نعم من الله سبحانه وتعالى اللهم نسال الله هذا الحوراء زينب عليها السلام رغم كل ما تكتبوا بالقصائد اللي صار عليها وسدها لكن شامخه من وقفه بمجلس يزيد ونكست راسه في ديوان يزيد فهاي علاقتها ويا الله سبحانه وتعالى علاقة أهل البيت كلهم عليهم السلام علاقتهم ويا ربنا سبحانه وتعالى أن يكون واقعة الطاب كلها أن تكون هي دروس نستنبط منها وتمشي عليها هاي الناس إيرادنا أستاذنا العزيز الملا كرار الفتلاوي الله يحفظكم أستاذنا العزيز رحم الله والدي ربي يحفظك باليسر زينب على الحرم ظلها ردت بالعيال وبروس اهلها وتصيح هذه كربلة شاوينا هن حامي الضعينة من يدلينا باليسر زينب على الحرم ظلها
رديت بيلي عيال وبروسها يلها بيلي يسير زينب عالحرم ضيلها رديت بيلي عيال وبروسها يلها وتصيح هذي كار ذيلة جاوينا يا هيلنا بحامي الضيعينا من يدلينا أول فرفرت عالضع عن روحي من وصيل للغاضرية ريت ما يلعم بعيني ولا تشوف الفاطمية بكل قلوب جمرة أحزان وكل ضلي حدرة شجية شحال تروح ميسرة وما تظل بعدي مخدرة وتظل غريبة محيرة والتحاوف هالمنية نسمع بزينب لكن يا هالناس من اليسر رديت تلطم على الرأس من اسماع عيب زينب لكن يا هالناس من اليسر رديت تلطم على الرأس وتصيح جي انا من اليسر ويني الكفالنا بحامي الضيعين من يدلينا اويلي هالله هالله شلون وقفه وقفيت بدار المخيم ويلي هالله هالله شلون وقفة وقفت بدار المخيم وصدت بعين المصيبة وشاهدت خدر التهدي وكانها تتصور النار خيمة على الخيمة تلاية صاحت ومدمعها سكي بيا دار نزل هالحرايام شا وين حراس الخيم وين اللي بخدري توزيم وين اللي بخدري توزيم دار الخيم هاي شانت زيهية شو مظلم اليوم يا اهل الحميه دار الخيم هاي شان الزهية شو مظلم اليوم يا أهل الحمية ما تغمض عيوني الحرم موحشني زلنا حامي الضيعين من يدلينا الأمير الشعراء خادم الحسين المرحوم كاظم المنظور الكربلائي رحم الله جميع خدمة الإمام الحسين عليه السلام أحسنت ربي حفظك أحسن الله عليك جزاك الله خير وإن شاء الله توفيق لهذه الحنجرة في طريق الإمام الحسين عليه السلام إن شاء الله فضل دعاكم سمعنا من رادودنا الملا كرار الفتلاوي وننتظر خادم الحسين الشاعر زهير الحجامي أنا خادم استاذ صبري أنت مساع تكلمت عن السيدة زينب وقلت سلام الله عليه تبارك الله وسلم زينب أني مجللة نعم وأميرة وسلطانة هذا قعدتنا وإعلامنا امتداد للحوراء زينب هذا الحقيقة الموضوع يعني نعم
هذا الموضوع أنا حبيت أنه أكتب عنه. نعم. لأن أكو بعض الأمور. ماذا تقول؟ إخواننا شوية الشعراء. نعم. من أجل استدرار الدمعة. طبعا هم مأجورين. هي مطلوبة الجهدين مطلوبة. من أجل استدرار الدمعة هم مأجورين. نعم. وحقيقة إحنا أنا ما أقدر أقيم لأن أنا أصلا عمر الشعر ما يقوم أو يقيم كتابات أخوتي اللي أكبر مني شعريا، وأنا أعتبر لا بس إحنا نقول لازم أساتذة، لكن أنا اللي يكتب القصيدة الحسينية لازم ملم بكل تفاصيل واقعة الطاف وكل تفاصيل أهل البيت عليهم السلام، لأن قدامه أهل البيت يعني من يريد يكتب للحوراء زينب. يعني إحنا نريد جبل الصبر نتجنب موضوع الإذلال. ليش؟ لأن هي أخت الحسين سلام الله عليه، هي أخت الحسين، والحسين صاحب مقولة هيهات من الذلة. نعم. الحسين صاحب مقولة هيهات من، فكيف تكون السيدة زينب؟ نعم. وهي نسخة من الحسين وأبو فضل والإمام علي. حكيت بلساني لولا أهلها عن السيدة زينب. ماذا تقول؟ من تحكي عن نم الخدر، أي أي، من تحكي عن زينب هواي تأدب، من تحكي عن زينب هواي تأدب، مو يا حكي اللي يخطر ببالك يندب، المرأة التسالف عنها تدعى، المرأة التسالف عنها تدعى زينب، كف الحكي وسولف زين، والزينب تمثلها. يا شاعر تكتب الزينب هونك، عيونك حسين وقمر هاشم ترى يسألونك، يا شاعر الأهل البيت بالك لخت نذلها، ما تعرف بهذا الاسم ربك حاط، الستر ثوب وخيط بيد خياط، يوم الاجت للدنيا جاب لها قماط، يوم الاجت للدنيا جاب لها قماط، من شغل ايده ومرسوم بصورة الكافلها، بين الحرم والخيم لا تبقى تخوط، وكل ساعة ضارب لك مرة بطرف الصوت، كافي ضرب ترضى العبد تصير خيوط، كافي كافي ضرب ترضى العبد تصير خيوط، مر بالحكي مرور كرام، مر بالحكي مرور كرام، مر بالحكي مرور كرام، ولم الخدر جللها، صيوانها ما انكر بنار انشب، وسبوها بالطفلة على لسانك تنسب، صيوانها ما انكر بنار انشب، وسبوها بالطفلة على لسانك تنسب، كبر المصيبة الظهر زينب حدب، مصيبة الطب صعبة وجيب يا جبل يتحملها، ما انكر الحرة مشت مسبية، ودرها الكلمة هواي صعبة علي، يطير العقل حجي السبي وطارية، بالكوفة اذوها هواي والشام عنها اسألها، سلطانة كانت ولو ركبت هزلة، بس هيبة تمشي ولو حرمة وثكلة، بس هيبة تمشي ولو حرمة وثكلة، توصفها غير اوصاف صعبة وفشلة، توصفها غير اوصاف صعبة وفشلة، لو جبت طار الحوراء القامتك تعدلها، لو جبت طار الحوراء القامتك تعدلها. ربي يحفظك ووفقك الله. احنا دائما المفروض هم بالقصايد راح يعني ننبه الأخوة الشعراء خدمة الإمام الحسين أن يكتب بحذر، لازم يعرف التفاصيل مثل ما قلنا، تفاصيل واقعة الطاف وما جرى، ظلم موجود، لكن أن
لا سامح الله مفردة تجي تكون ذليلة، لا حاشا الله. حل حوراء زينب لا تذل، سارت مع السبايا ووصلت، لكن وقفتها في مجلس يزيد بين لنا بأنه صامدة إلى آخر لحظة. ربي يحفظك أستاذ زهير ووفقك الله. أي أستاذ العزيز شلونك ويا التراث؟ لو عندك غيرها ان شاء الله بالتراث، احنا ان شاء الله هو التراث، تراثنا هذا. نعم. اللي تعلمنا ودرسنا به ان شاء الله، وان شاء الله نبقى على نهجه لاخر نفس. سبحان الله موفقين ان شاء الله، بس نحب النوع بالحداثه. نعم. وبالاظهر ان شاء الله. نعم. على لسان مولاتي زينب وذكرياتها مع الحسين عليه السلام في السبي. سمعهم وقفوا الزوار، وقفوا. اخفع لصوت النايحه واصحب ونيني وهمي، وش تنفع ايام العمر لو ما اشوفك يمي، حرام يوم اليمر ما اشوفك امام ومطرزات حروفك. اخفع صوت النايحه واصحب ونيني وهمي، وش تنفع ايام العمر لو ما اشوفك يا امي، حرام يوم اليمر ما اشوفك امام ومطرزات حروفك، حرام يوم اليمر ما اشوفك امام ومطرزات الحروفك. للحومة اذكر من شطيت جسمك ابد ما شفته، بس كومتي سهامي بجسد قد الرميم وذرت. اخويا من شفت خون صري منتك شلت بايدي وبست، حين اعتريت لن من حرك اسم الله يقول سمعت، اسم الله يقول سمعت. مقام جسمك وقلبي طوفك امام ومطرزات حروفك، ومطرزات حروفك. خويا صديت عين المصرعك حين حرقوا خيمك، لا راس شفتك من قميت توقع وذار من جسمك، خطوات وردود جيت بالغيره ينزف دمك، قلبي على ايتامك ركض بس روحي ركضت يمك، بس روحي ركضت يمك. سهام ما تفتهم معروفك امام ومطرزات حروفك. اسمع يوم اهدعيش صار السبي حاد الضعين خيته، وديني لي حسيني من ميس عطره فلا شميت، عطره فلا شميت. مرني على جسمك، مرني على جسمك وانظره بيا حال خويا لقيته، الرمله بشميس دمع الحزين غطيته. سلام مجبور اروح تعوفك امام ومطرزات حروفك. للطيب المخلص عمار العيساوي الكربلائي. تحياتنا لجميع خدمة الإمام الحسين، جزاك الله خير. أحسنت، ربي يحفظك ويوفقك. شاعرنا شو تقولون بالدقائق؟ بقت عندنا دقائق قليلة، حوالي 3 دقائق 4 4 دقائق. هم المخرج يقول بمناوبة مقطع أبوذية. أبوذية أنت حافظ وياي أبوذية، أبوذياتك أبوذية من عندك ومقطع من
أو أبو دياب كيفه؟ صوت الحافظ، لأن إحنا الوقت حسين ببالي كثر أفكار، يا ليت وعسن ميت ومعني عدل. حسين ببالي كثر يا ليت وعسن ميت ومعني عدل، يا ليت ولا أسمع الخيل عليك، يا ليت يا ليت وترست بيك. حسين القلب يا ضيم يا ابن ام نزل بيه نزل بيه، وعر درب السب وخافا. القلب يا ضيم يا ابن ام نزل بيه، وعر درب السب وخافا. نزل بكلمة صوت الشمر كلش، خوي ابو علي المتين، صوت الشمر كلش نزل بيه، وصل لعظام خوي الحق علي، وصل لعظام خوي يا الحياة علي. للطيب عقيل الحسناوي. سيدي مولاي أبو الفضل العباس مراجل، سيفه وسطوته وحرب مراجيل القمر، مرا جيل نار وخطط حدود مارجل، تعدت للخيم صوب الثنية. انهدم خوي القلب ما فات جلدايا جلدايا، الشمر بالصاط يا جحي. الله يساعد قلبك مولات يا زينب، شفت من مصايب. انهدم خوي القلب ما فات جلداه، الشمر بالصاط يا جحيل. جلده يا خوي بكثر ما طق نمتن شلايا، جلداه جلداه وطلع عظم المتن الحق علي، وطلع عظم المتين الحياة علي. ربي يحفظك ويوفقك، القعدة وياكم ونحب الطول، لكن تعرف احنا وقت البث للبرنامج وبرامج خير من الله، للانجليزي والعربي والفارسي والأردو وكذلك التركي والهندي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد النعمة وتتطور بعد إلى جميع اللغات، وهي منبركم الإعلامي لجميع خدمة الإمام الحسين. أحبة المشاهدين، وفي ختام هذه الحلقة من برنامج شغف العاشقين لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى خدمة الإمام الحسين وهم الشاعر زهير الحجامي. شكرا لكم وعظم الله لك الأجر. ربي يحفظك. وكذلك نتقدم بالشكر الجزيل إلى خادم الحسين الملا كرار الفتلاوي. شكرا جزيلا لك ولدعوتك الطيبة إن شاء الله. ربي يحفظك. توفيق بحق محمد للجميع. وأنتم أحبة المشاهدين، شكرا لكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج شغف العاشقين. في أمان الله.